من هذا الحال. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد. قال الراوي: لم تزل نطفة إمامنا العسكري تنتقل من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام المطهرة حتى شاء الله ولادته، فسبب اقتران أمه الفاضلة سليل بالإمام أبي الحسن علي بن محمد الهادي صبط النبي محمد. ولم تزل سليل تنعم بالسعادة والسرور في كنف الإمام الهادي، وتنهل من آداب النبوة وأخلاق ومعارف الإمامة حتى شاء الله حملها بالإمام الحادي عشر والد الخلف المنتظر وحجة الله على كل البشر الإمام المهدي عليه السلام. ومضت أشهر الحمل حتى شاء الله أن يضير الإمام إلى عالم الدنيا، وكان ذلك في مدينة النبي محمد. المدينة المنورة في شهر ربيع الآخر سنة 300. قالت سليل أم الإمام: لما وقعت في الطلق امتلأ البيت نورا والملائكة تصعد وتهبط وأنا لا أشعر بوجع ولا ألم، بل أشعر براحة وخفة وسرور. تقول عمة الإمام عليه السلام: فأخذتني فترة وأخذتها فترة، ثم وضعت الإمام أفضل الصلاة. محمد صلوات فاطمة الزهراء صلوات، حسن والحسين صلوات، ربي عليهما زين العابدين صلوات، أئمة المعصومين صلوات، صاحب العصر والزمان صاحب العصر والزمان. يلا استريح، الله يعوضك ان شاء الله. احفظ المستهل وردد وياه ان شاء الله. مستهل سهل، الله يعودك ان شاء الله. وبعد بهجة وسرور مولد النور، بهجة وسرور مولد النور، مولد حبيب الله مولد حبيب الله مولد حبيب الله مولد حبيب الله، بهجة وسرور مولد، بهجة وسرور، بهجة مولد النور، مولد مولد حبيب الله مولد حبيب الله مولد، بعد مرة، مولد ما بهجة وسرور مولد النور، بهجة وسرور مولد النور، مولد حبيب الله مولد، مولد حبيب الله مولد، بهجة وسرور، بهجة مولد النور ما شاء الله، بهجة
مولد حبيب الله، مولد حبيب الله بعد مرة، مولد الله يا الحسن انت الزاكي وانت ملجأ للشاكي، للشمس نورك يحاكي والله في القرآن يشهد، والله في القرآن يشهد يا الحسن انت الزاكي وانت ملجأ للشاكي، للشمس نورك يحاكي والله في القرآن يشهد، والله في القرآن يشهد وانت مشهور للملا سور، وانت مشهور للملا سور مولد حبيب الله، مولد 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 بهجة وسرور، بهجة ما شاء الله، بهجة بعد بعد مولد حبيب الله، انت سعدي وانت فخري، انت يوم الحشر ذخري، انا ادري وغيري يدري انت شمس الله بسماها، انت شمس انت سعدي وانت فخري، انت يوم الحشر ذخري، انا ادري وغيري يدري انت شمس الله بسماها، انت شمس الله واحنا نفرح في فرحهم، واحنا دايم نفخر بهم، يفرض بهالفرح حبهم أيمة واكبر وسيلة، أيمة كل لدهور يا الله، كل لدهور دورين بدور، كل لدهور دورين بدور مولد حبيب الله، مولد مولد بهجة وسرور، بهجة مولد النور مولد مولد حبيب الله، مولد 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 الله يا وارد للروض عطير، وملأ الجو شحن البار، من أريج الحسن الأزهار على الحسن سلم يا سامع، على الحسن سلم يا سامع، يا وارد للروض عطير، الكلمات للملا الناصر عليه الرحمة، يا وارد للروض عطير واملأ الجو شحن البار، من أريج الحسن الأزهار على الحسن سلم يا سامع، على الحسن حجة ونور دوب مشكور، حجة ونور دوب مشكور مولى
مولد حبيب الله مولد صوت مولد بهجة بهجة وسرور مولد بهجة وسرور مولد مولد بعد مرة مولد إن شاء الله إن شاء الله دعاء دعاء ردد إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله روحي وما أملك لهم إن شاء الله أهل البيت إن شاء الله روحي وما أملك لهم سلم لمن سالمه حرب لمن حاربه سلم لمن سالمه بعد بعد حرب لمن حاربه بجوارهم بحماه إن شاء الله وياه يا الله بجوارهم بحماه إن شاء الله وياه والأمل بالله وبيهم والأمل بالله وبيهم كل مو زمن ناديهم كل مو زمن ناديهم ملهوف روحي عليهم ملهوف روحي عليهم سلموا صلوا على النبي إن شاء الله سلموا صلوا على النبي الله يعودك وبصوت صيحوا يا علي وبصوت صيحوا يا علي سلموا صلوا على النبي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله صلوات صلوات على محمد وعلي صلوات صلوات على محمد وعلي يا شيعي موالي صلي ونادي يا علي نبينا محمد صلوا علي وعلى علي والزهرة البتولة هي ملادي وأملي والحسن ما أحسن ريحانة تلاد النبي والسجاد والباقر والصادق أصل المذهبي والكاظم ثم الرضا وبالجواد والنقي على محمد بذكرهم جميعا كل البلاء ينجلي بذكرهم جميعا كل البلاء ينجلي إلهي وربي بهم تقبل عملي يا الله إلهي وربي بهم تقبل عملي صلوات صلوات على محمد وعلي صلوات صلوات على محمد وعلي
أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، صل على فاطمة الزهراء صلوات، حسن والحسين صلوات، أئمة المعصومين صلوات. يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله، نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. إلهي بالعسكري 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 وهو الوجيه عندك يا الله، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، شاف مرضانا، ارجع مسافرينا، فك أسرانا، ارحم شهداءنا. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحق محمد وآله، سرج الظلمة. جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا في أنفسهم وأهلهم ومن يلود بهم يا أرحم الراحمين. إلى أرواح موتى المؤسسين، موتى الحاضرين، موتانا وموتاكم، أرواح الشهداء والعلماء، رحم الله من قرأ سورة الفاتحة تسبقها صلوات على محمد وآل محمد.